كاين كلمه يعني انا كنت راح نقول على قانون مش نناقشوا قانون المحروقات ولكن نرجعوا له ممكن جدا في بدايه الاسبوع ان شاء الله. وزير الطاقه ويعني سمحوا لي نرجع مواطن غاضتني هذا الكلام قال انه اعداد قانون المحروقات وقانون ضخم. انا اتمنى انه هذا البرلمان ياجلوا حتى يجي رئيس المنتخب. هذا قانون كبير يهم بلادنا هذه مبنيه ما عندها لا فلاحه لا سياحه على البترول. خليه هذا البترول حتى يجي رئيس المنتخب اللي عنده شرعيه شعبيه. تمريره الان من وجهه نظري خطير. وانا قريت تصريح تاع وزير الطاقه واش يقول فيه. يقول نحن تشاورنا مع 5 شركات بتروليه كبرى في العالم وقالوا يعني تقريبا قالوا لنا واش نديروا ودرنا واش باتفاق مع طبعا الشركات البتروليه الميلتي ناسيونال هذه واحده تاع فرنسا واحده تاع الامريكان واحده تاع ريبسول واحده تاع الطليان الى اخره. اذا كنا نحن وزير يقول لك درنا قانون محروقات حسب نقاشنا مع الشركات البتروليه فانا كنت نتمنى يقول درناه مع خبراء جزائريين في الماليه وفي الطاقه وفي النفط ها واش قانون الخبراء نتاعنا لمصلحه بلادنا. وبالتالي انا لست خبير ولكن انا نقرا فقط يعني خايف بكل صراحه لانه الملف خطير ويهم الوطن ويهم الشعب الجزائري كامل. من وجهه نظري لا يحق لهذه الحكومه ان تمرر هذا 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 المشروع واتمنى ان نواب البرلمان ما يصوتوش عليه او ياجلوه حتى بقاو 3 شهور يعني ولا 4 شهور ويجي الرئيس الجاي ويدير واش يحب به. هذا وجهه نظري بالك راني غلط ولكن لانه سياسه السلطه تمشي بالمحتمل. نعم يعني حبوا يحكموا علينا قانون الماليه قانون المحروقات للاسف الشديد نقولوا له نرجعوا له هذا ان شاء الله ممكن جدا في بدايه الاسبوع نرجعوا له بعد ما نشاور الخبراء ونشوفوا مدى يجري.